أهلا من جديد، نتواصل معكم. تعتبر آلة الطنبور من الآلات الشعبية الأكثر انتشارا في السودان، وهي بالتأكيد أيقونة لتوحيد وجدان الشعب السوداني. تعددت وتنوعت مدارس الطنبور الفنية، ولكن اجتمع الجميع في حب الطنبور وآلاته وآلة الطنبور المحببة التي تصنع من أدوات محلية شعبية. اليوم سنتحدث عن هذه الآلة المميزة والمحببة إلى قلوبنا جميعا من خلال ضيفنا الموجود في الاستوديو. بنرحب جدا بأستاذ محمد خير عوض الله، صحفي وإعلامي. أهلا منورنا. مرحبا، مرحبا بكم أسرة قناة النيل الأزرق وجمهور ومشاهدي هذه القناة الفتية. مرحبا بك أستاذ محمد. إذا بنتكلم بداية إنه الطنبور اشتهر إنه هو مرتبط ارتباط وثيق بمناطق الشمالية، ولكن بنلقى إنه هو امتد وصل حتى يعني كل مناطق السودان حتى جنوب السودان اللي أصبحت حاليا دولة قائمة بذاتها. فده إذا بيعني إنها هي وحدت وجدان الشعب السوداني ولها مدارس عدة. فإذا نتكلم عن الجانب ده بداية. والله نعم صحيح، هو الطنبور اشتهر بمنطقة الشمالية. أي الشمالية، يعني منطقة مروي الكبرى اللي تشمل الشاقية والبدارية، لكن هو زي ما أنت تفضلت هو موجود في شرق السودان، موجود في جنوب السودان، موجود في النيل الأزرق، موجود خارج السودان، لكن اشتهر فعلا. فده ربما نجي نتحدث عنه ليه اشتهر بالمنطقة دي تحديدا. نعم صحيح، لكن هو موجود في أماكن مختلفة. نعم جميل. طب الطنبور وأغنيات أيضا المرتبطة ولا تليق إلا بآلة الطنبور أيضا يعني عالجت كثير من القضايا المختلفة، وكان لها وقعها الخاص في نفوس الشعب السوداني. خلينا نتحدث عن هذا الجانب وعن القضايا أيضا. صحيح صحيح، يعني ده كلام صحيح 100% إنه أغنية الطنبور إذا جازت التسمية، والأدق أغنية الدليب باعتبار الإيقاع. الطنبور آلة صحيح، تستخدم في إيقاعات مختلفة، ولكن ها هنا نتحدث عن إيقاع الدليب. اللي هو منطقة المروي والدبة الشايقية والبديرية، هذه المنطقة إيقاع الدليب والمناصير أيضا يعني. فهي عالجت فعلا قضايا مختلفة، يعني إذا تحدثنا عن القضية الوطنية نجد أغنية بلادي بلادي أهلا يا بلادي للشاعر الكبير إسماعيل حسن، والتي لحنها قام بتلحينها الأستاذ مران النجار، وقام بالأداء فرقة تماسيح الحمداب التي اشتهرت فقط بهذه الأغنية، وأصبحت أغنية خالدة وأصبحت أيقونة وأصبحت تلامس أو تقارب أو تضاهي النشيد الوطني. أو فدي في الجانب الوطني. في الجانب مثلا الأم، إذا جاءت مناسبة عيد الأم فيهرع الناس إلى أغنية بحر المودة، يوم رسلي لي عفوك ينجيني من جور الزمان، لشاعرة الكبير الأستاذ السير عثمان الطيب، وفنانه هو محمد جبارة، ربنا الاثنين يديهم الصحة والعافية. ده في جانب مثلا الأم، وهي طبعا هذه القصيدة وهذه الأغنية مثل ما بلادي بلادي أهلا يا بلادي، هي يعني ممكن مادة تدرس في جانب تعزيز الوطنية والانتماء للوطن. كذلك أغنية بحر المودة يما رسلي لي عفوك هي أيضا ممكن مادة تدرس في المحنة والمحبة والانتماء للأم، وتعظيم دورها قايم الصباح متكفلتي شايل الحليلة على المراح، وأصبح يحكي في قصة الأم وهي تسهر على أبنائها وتقوم لحد ما شب وكبر وإلى آخره. تمشي في جانب العاطفة أيضا أغنية الطنبور وأغنية الدليب أيضا يعني دوره كبير جدا، وأغنيات اشتهرت يعني زي لا شوفت أنت بلا شوق ولا ردني أطمن ريتك تبقى طيب أنت أنا البي كله هين، شاعرها الكبير أحمد سعيد دفع الله ربنا يديه الصحة والعافية، وفنانه هو النعم آدم ربنا يرحمه لا شوفت أنت بلا شوق، وهي كانت رافعة ارتفع بها إبراهيم دينغ من جنوب السودان يعني. صحيح. فده يؤكد عظمة هذه الآلة وهذه الكلمات وهذا الإيقاع وهذا الأداء كله مع بعض، يعني احنا ما بنقدر نعزل الآلة
من ما بينفصلوا. نعم نعم، ومشروع مشروع الأغنية كامل يعني. الغربة أيضا يعني الغربة عافي منك نعم عافي منك ثور ضايع وبتقول له تعال راجع له ولا ده، وفي الغربة كثير جدا زي ما تفضلت يعني عالجت قضايا الغربة كثير أغنيات الطبور. نعم نتواصل معك. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ولسه مكملين معكم مشوارنا لهذه الحلقة. والطنبور بين الماضي والحاضر، قصة عشق لا تنتهي. يمكن ارتباط الطنبور بالحنين للبلد وبالحنين للتراب وللوطن ولكثير من الحنين اللي بيعيش الإنسان اللي هو عازف كان أو متلقي للموسيقى نفسها. أستاذ محمد، إذا بنتكلم عن الطنبور إنه ما زالت دخول الآلات الأخرى للطنبور محدود جدا، ويظل الطنبور ما زال ويستمر إنه هو الأول في الآلات. صحيح، هو ده سر التفرد هنا يعني. إنه آلة محدودة جدا يعني في حجمها وفي شكلها وفي مكوناتها، يعني 5 سلوك فقط يعني هي اللي تطلع كل هذا الطرب وكل هذا، وهنا التفرد. وأذكر في الثمانينات، في بداية الثمانينات كان فرقة فنية أو فريق فني متكامل سافر إلى ألمانيا وإلى بعض الدول، فيهم عبد الكريم الكابلي ربنا يديه الصحة والعافية، فيهم محمد جبار ربنا يديه الصحة والعافية، فتحدثت وسائل الإعلام عن هذه الآلة الساحرة آلة الطنبور. فإذا ما أضفت إليها مكونات أخرى وآلات مشاركة ومصاحبة بيظل هو متفرد، ضاعت يعني هذه الآلة في تفردها وانتهت ميزة التفرد يعني. طيب السر في التفرد ده شنو؟ السر في انه هو يستمر، انه هو الآلة الوحيدة الطاغية على كل الآلات. والله السر في سرها فقط. في حنيته وفي انه موثقة. القدح هي طبعا القدح اللي كان تصنع منه، طبعا بعض الناس أصبحوا يستخدموا آلات غير القدح يعني. صحيح. خلينا نسمع نموذج. ممكن نسمع نموذج نرجع لكم. مساحات التماس يتوسط الليل الصباح فيهن ومع الغير ليل ياس التدرياس ست العيون رمت الرمش فوق انزلال يا روعة الرمش سيظل الطنبور بوتقة وسيظل عشق لكل السودانيين باختلاف عاداتنا وتقاليدنا وثقافاتنا المختلفة. وآلة الطنبور من الآلات التي لا تتأثر برياح التغيير. برحب بك مرة ثانية أستاذ محمد، وده يمكن نموذج من النماذج اللي بيجتمع على حبه كل الشعب السوداني كما ذكرنا سابقا. لكن الأغنيات ذاتها، أغنيات الطنبور في حد ذاتها فيها حنية، هي طاقية، لأنه لو قعدت تتمعن في أغنيات الطنبور بتجد أنه كلها من البيئة المعاشة، حتى الوصف سواء كان للمحبوبة سواء كان للأم سواء كان للأخوة الحبيبة من حياة معاشة في المجتمع السوداني. يمكن دي الأشياء اللي بتخلي أغنيات الطنبور محببة للنفوس السودانية. صحيح صحيح. يعني أول حاجة يعني امتداد لكلامك يعني وتعزيز لي ما أشرت له، إنه المنطقة دي يعني تاريخا هي منطقة حضارة قديمة. صحيح. منطقة حضارة قديمة متوارثة يعني ما هذه المجموعة السكانية ليست طارئة على
على التاريخ وليس طارئة على الجغرافيا وليس طارئة على الحياة المشهد العام، فهي قديمة وبالتالي في تطور حصل. يعني التطور الحصل يظهر في الذوق، صحيح، يظهر في الكلمات، يظهر في المشاعر، يظهر في الأوتوكيت. يعني أنت إذا مشيت لناس هناك يغمروك بمشاعرهم، فده ناتج من ناس عندهم مركوز ثقافي وتاريخي وحضاري. نمشي للطبيعة، الطبيعة أيضا وضعت بصمتها في هي ملهمة للشعراء، جدا ملهمة. يعني أنت بتتكلم عن النهر والصحراء والنخيل، النحر والصحراء، هذا التزاوج خلق بيئة ساحرة فيها النخيل ويجي فيها الزراعة ويجي فيها حتى نمط الحياة بشكل مختلف، سواء في السكن، في يعني أنت إذا مشيت منطقة النوبة ومنطقة الحضارة القديمة تجد السكن، الطريقة الهندسية للبيوت، النقوش الكذا، وده كله بيرتبط أيضا في رسالة الفن، ينعكس يعني. فكما تفضلت إنه الشعر فيه قيمة عالية، فيه مشاعر عالية، سواء للأم، للمحبوبة، لغيره، للوطن، حتى للبيئة وللطبيعة وللنخيل. يعني غنوا للنخل، غنوا لكل شيء يعني في الحياة هناك. ففعلا يعني الكلمة فيها حنية زي ما تفضلتي، والآلة نفسها أيضا فيها حنية، ويمكن نعم. ده السر اللي بيميزها. عندنا برضو نموذج مغربي طبعا. عندنا نموذج ولكم عودة بإذن الله. أستاذ محمد، الانتشار الكثيف لأغاني الطنبور للطنبور نفسه ده ساهم بقدر كبير جدا أنه يوحد بدان الشعب السوداني، فإذا بنتكلم عن الجانب ده كذلك صحيح. بس نرسل تحية للفنان القام الكبير الأستاذ محمد جبارة، وهو من كبار فناني الطنبور، أغنية الطنبور نعم. هم بيسموهم الخمسة الكبار، يعني نعم آدم رحم الله، والبقية فيهم الأستاذ محمد جبارة ربنا يديه الصحة والعافية، وهو صاحب أغنية بحر المودة يوم رسل إلي عفوك، وكثير من الأغنيات ظل الغيمة، أغنيات مسجلة في الإذاعة السودانية وكانت تطلب من الجمهور. وندخل على السؤال اللي هو توحيد الوجدان السوداني. أيوة. نعم، أنت تلاحظ في تأبين النعام آدم رحمه الله كان في قاعة الصداقة، واشترك فيه أهل الفن، و قام الراحل الكبير صلاح بن البادية بأداء أغنيات فاوضني بلا زعل من الأغنيات المشهورة، واشتهرت أكثر بأداء بعد أداء صلاح بن البادية، لأنه يعني أداها بالأوركسترا وانتشرت وذاعت. فأنا بقول لك يعني تعزيز توحيد الوجدان السوداني من خلال أغنيات الطنبور،
نماذج كثيره جدا، يعني احنا ذكرنا قبيله شفت قبيله الشوق، ايوه، وحتى في مناطق كثيره جدا انتشر فيها الطنبور. يعني احنا كنا بنتكلم قبل الهواء انه حتى جنوب السودان اللي هي اصبحت دوله قائمه بذاتها بيغنوا اغاني بالطنبور وبيعزفوا كذلك. صحيح صحيح. يعني انا مثلا تجربه محمد النصري مثلا تجربه شاهقه وكبيره ومعروفه. يعني محمد النصري حين يعلن عن حفل له في بورت سودان مثلا يتحرك جمهوره من كادوغلي ومن الجزيرة ومن شندي ومن دونغولا ومن أماكن السودان المختلفة. صحيح. فمن أين أتى؟ يعني كله من خلال هذه الآلة، ولكن إضافة لأداء متميز إلى آخره. صحيح. فتوحيد الوجدان وتعزيزه من خلال آلة الطنبور نماذج كثيرة جدا، يعني نماذج كثيرة جدا. ذكرنا قبيل إبراهيم دينك من جنوب السودان في أداء لأغنيات للراحل نعم آدم، وأظن أصبح هو إبراهيم دينك مسؤول كبير في دولة جنوب السودان، وكان لهذه الآلة دور كبير في إذاعة اسم إبراهيم دينك. يعني صحيح، ما عرف بشيء آخر. أكيد. والتميز والتنوع في السودان زي ما تفضلت ذاكرا بأنه كمثال النصر بيكون عنده حفلة في منطقة ما من مناطق السودان بتلقى عنده جمهور كبير. نعم. وعريض جدا. إذن تبادل العادات والثقافات المختلفة. نعم. والمتنوعة في السودان نحن بنتبادل، يعني المردوم غير من الأغنيات الشائعة في السودان بنتبادل فيها، وده سر التنوع. صحيح. التميز والتنوع. صحيح. في الموجود في السودان. خارج السودان أيضا تخطى الحدود السودانية. صحيح. أيضا الطنبور. صحيح. إذا تحدثنا عن هذا الجانب. صحيح، هو موجود خارج السودان، لكن في كلامك عن الإيقاعات تشاركت مع الطنبور. صحيح. أو أصحاب إيقاعات أخرى، يعني مثلا توماتين عاشقين خليهن سوا لا تفرقين عبد الرحمن عبد الله ربنا يديه الصحة والعافية. نعم. تحية. بلوم الغريب. الغريب. نعم. كما هو معروف. هي الصحة والعافية. ربنا يديه الصحة والعافية. أدى هذه الأغنية وهي للفنان صديق أحمد. أداها الأوركسترا وهي أغنية طنبور إيقاع دليب. ف يعني تمازج الحديث مع الشعبي. نعم نعم. ففي نعم. كل الكلام ده يتصل بتوحيد الوجدان ذكره الأستاذ أحمد، يعني توحيد الوجدان من خلال أغنية الطنبور. يعني السيد الصادق المهدي ربنا يرحمه ما رأيناه يطلع في مسرح لتكريم فنان أو لمشاركة تفاعل مع أداء وطرب إلا مع محمد النصري مثلا. أظن لا نذكر مثال آخر يعني للسيد الصادق، وخلع خاتمه وألبسه لفنان الطنبور محمد النصري مثلا. مثل ايضا واحده من قيادات منطقه جبال النوبه جنوب السودان جنوب كردفان، الوزيره السابقه تابيتا بطرس لا تترك حفلا لمحمد النصري الا تكون حاضرة فيه، تكون حضور. نعم. فتوحيد يعني ماذا تبقى يعني في توحيد الوجدان؟ اكيد طبعا، اكثر من هذه الامثله. يعني فحقيقه هذه الاله وهذا الأداء وهذا الإيقاع وكل يعني طبعا المسألة ما الآلة فقط، ولكن الأداء المسرحي المصاحب للفرقة والكلمات نفسه. أيوة. يعني نحن نتكلم عن شعراء لازم نذكرهم، يعني نتكلم عن شعراء بقامة إبراهيم بن عوف، نتكلم عن شعراء بقامة السر عثمان الطيب محمد سعيد دفع الله، طبعا لاحقا شاعر العبرات محمد أحمد الحبيب، وشعراء كثر حمية. يعني اسماعيل حسن. نعم. أحمد سليمان طه. نعم. بربر حسن بربر وقاي خالد شغوري قائمه يعني نعم قائمه نعم. طول جدا. نعم. الحسينابي عبد الرحمن الحسينابي وكثيرين جدا، يعني اي واحد كمال حسن محمد ابن نيران نور الهدى كنا عبد الله كنا قائمه كبيره جدا توفيق الطيب. اي واحد اذا اخذت من هذه القائمه الطويله يعني يرجح بكفة شعراء في أماكن أخرى كثيرة، يعني ليس انحيازا ولكن للجودة المبهرة يعني عند هؤلاء الكبار. يعني شعراء
اشتهر الطنبور في منحنى النيل بالعديد من الأغاني هي الأغاني اللي فيها الحنين للمحبوبة وللبلد، لكن الغريب في الموضوع أنه ما عندهم أغاني للحرب وللقوة، يعني للحرب كحرب. فإذا بنتكلم عن الجانب ده وليه بالذات دليل على السلامة. أيوة. وليه دليل، يعني دليل فعلا زي ما قالت فاطمة على السلامة، منطقة آمنة. نعم منطقة سلام، نحن هذه المنطقة ما يعني الحرب كانت في فترة محدودة، يعني فترة التركية الغازي حينما أتى، وكانت معركة كورتي الرخ لها التاريخ أو ذكرت في التاريخ، لكن الحياة هناك حياة آمنة. يعني القمر والنيل والنخيل والقمري والطيور، إضافة على ذلك عندهم سلام داخلي. يعني نعم. ما تلقى في كلمات الدوبيت عموما إنه لأنه مجتمع مترابط ومجتمع بتاع التواصل. نعم. فده حال السوداني، لكن يعني في أغنية فراسة وتمجيد لهذه القيم موجودة حماسة. أيوة. مثلا الشاعر عمر الحسين هو من نوري من الشمالية، حينما كتب شدولك ركب فوق مهرك، يعني لم يكتب لإيقاع الدليب والطنبور، كتب لإثارة الحماس. نعم هي تفعل، لكن يعني إذا ما شاعرهم مشى إلى منطقة ما واستفزه أمر حماس وكذا كتب فأبهر الناس. يعني شدولك ركب فوق مهرك الجماع أغنية من أو قصيدة من أفضل القصائد ممكن تصنف في هذا الجانب يعني. لكن في المنطقة هناك غناء للطرب وللرقص وللتفاعل الشعوري الجميل في أفراح الناس وفي وللمحبوبة وللوالدة وللمنطقة وللنيل ولكذا يعني. يمكن ده بالذات يعني عشان معظم الأصوات اللي بتستخدم تكون فيها نوع من الحنية، يعني بتسمع إنه الشخص ده بيتكلم وبيعبر عن مشاعره من جوا. نعم. بتحسه صادق في نعم. في القول قبل العزف حتى. صحيح. وحتى الحضور. أيوة. الجمهور المستمع لأغنيات الطنبور. أيوة. بتلاقي تفاعل كبير جدا. الطنبور عبر لنا الناس بتبكي يعني. فدي بنراها عموما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. ختاما أستاذ محمد، يعني إلى أي مدى ممكن الشعب السوداني كما يجتمع على حب الطنبور وأغنيات الدوبيت بشكل عام يقدر يحافظ على هذا الإرث الكبير والمحبب لدى السودانيين جميعا؟ والله المحافظة من أهل المنطقة ومن عامة الشعب السوداني. أهل المنطقة نتكلم عن رموزهم في الجانب ده. طيب. يعني أهل الفن يفترض أنه يحافظوا على هذا الفن بتجفيف عامل المادة مثلا، يعني ما يكون هو العامل خليك تحور الأغنيات إلى وتخرج عن سياقها في إيقاع عامل المادة مثلا. ما يجيك إغراء، نحن في زمن الإغراء. صحيح. وفي زمن الانفتاح الإعلامي وفي زمن شركات الإنتاج الإعلامي إلى آخره. فده ده ده عامل مهم جدا، وده بيقع على أهل المنطقة وأهل الفن نفسهم، كذلك الشعراء. يعني ما لا يتجهوا إلى كتابة الشعر خارج الأسس اللي هم توارثوها من أجل المال إلى آخره، أو من أجل المال. نعم الجمهور نفس الشيء. يطول الحديث على هذه الآلة العظيمة اللي هي تأثيرها مش بس فقط على 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 الشخص نفسه، وإنما على الوجدان الشعب السوداني بأكمله. نعم. شكرا جميلا أستاذ محمد الخير، صحفي وإعلامي، شكرا جميلا، كنت ضيف كريم على المساء الجديد. شكرا أستاذ أحمد، وشكرا أستاذ رامي، وشكرا لقناة النيل الأزرق وجمهور قناة النيل الأزرق. شكرا، نورتنا وشرفتنا. ايضا بنشكر كل الناس اللي تابعونا عبر هذه المساحه. عندنا لحن الختام ايضا لكل عشاق الطنبور الفنان ود النصري. اكيد. أيوة. ما في اجمل من كده. شكرا جميلا مشاهدينا، نلتقيكم على خير. طبعك نبيل يا زول، وعندك كرامتك اهم شو ما بتبقى ليه قلبك ذليل.